الله يجزيه الخير، جايب هدايا لكل كبارية الحارات. أبو محمد شكافي؟ إيه أبو محمد، هو معبي عينك يعني؟ لكن معبي عيني، يقطع عمره ما أسأله قبل ما يتكرم ويجيب هدايا للعالم، يدفع كريدت كامل أول وحاسب حسابي له محاسبة؟ والله ما بنعرف، اسأله. إيه بسأله شو عليه؟ هي إجا أبو محمد. أهلين يا أبو محمد، أهلين بسيد راسي. أهلين يا أبو نجيب. شلونك سيد راسي؟ أهلي. شلون الضيعة وأهل الضيعة والمختار بيت حماي؟ مناح مناح، بيسلموا عليك ومو ناقصهم غير شوفتك. إيه أحلى أبو محمد، الله يخلينا أبو محمد، دولك أهلين بقرايبي ومن بلدي وسيد راسي. لك منين لوين قرايبي ومن بلدي لك أبو نجيب؟ اسمع ولا سمع، لك شبنا بفخري؟ لك مو حرمتي طلعت من ضيعتها لأبو محمد شبنا؟ إذا هيك الحق معك أبو نجيب. عم حكيك سيد راسي، أنا شروال ما بدي بدي انباس. شبكوا سيد راسي؟ ليش عم تضحكوا؟ لك وعم نكت ها؟ تكرم أبو نجيب تكرم، ولا يهمك عامل حسابك. حبيب قلبي، ولا لا؟ ما بدي انباس، الله وكيلك في عندي أواعي خير الله. أعطيني حق الانباس، خرج ناشف بيكون أحسن، أحسن سيد راسي أحسن مصاري. بدكم شيء يا جماعة؟ سلامتك يا محمد. الله يسلمكم، بدي روح أسوي جيب شوية أغراض، ما تنسوا موعدنا المساء. لا لا أكيد أكيد. يا الله سلام عليكم. الله معه محمد. شوفي اليوم المساء؟ هذا ابن بلده. بدنا نروح اليوم المساء نحضر درس بالجامعة الأموية. درس بالأموية؟ إذا بدك منمر لعندك ومناخدك طرينا. لا 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 سيد راسي لا، ما بدي. إن شاء الله تتهنوا. السلام عليكم. سلام، طيب ريحة الأكل. الله لا يوفق يا أبو محمد، الله لا يوفق يا أبو محمد. لك منلك منلك، الله لا يوفق، محتوف ومنتوف وما معك البرغوت. منلك الأكل. الله يهونا ويسرها. والله يا أبو محمد ترى نعبد له هذا زلمة بدر. يلا شرفنا شرفنا. محمد السلام عليكم. الله يسعد مساك سيد راسي. شو رقم محمد؟ ابن نجيب اهلين وسهلين. الله يخلي لنا هيك سيدي. يا ريت تخبر ابو فخري انه انا نويت خلاص بدي اروح معكم على الدرس على الجامع الاموي. على الاموي هلا؟ ايه شي طيب، فوت هلا تعشى معهم ونشوف شو بصير معنا. يعني ما فيها سئله سيدو؟ لا اعوذ بالله، سئله شو؟ شرف شرف. الله يخلينا هيك. شرف سيدي. شرف. يلا يلا. اهلا ابن نجيب. شرف سيدي. الله يخلينا يا أخي. السلام عليكم. أهلا يا أبو نجيب. اشتقت لك يا عمري أنا. شو ريحتك أنا؟ الله لا يوفقك يا أبو نجيب، الله لا يوفقك، ما حدا تبني عني. صبيحة. تقبر قلبي جايب الاسبيحة. لا يا أمو، لا يا أمو، خليك تعشى معي قبل ما يجي الكرني. عبود يضرب حظك شو معتر. الله يلعن السعي اللي شفتك فيها يا أبو نجيب. معناتها أبو نجيب ماتت من الجوع ومن المرض.
يجعلوا دايما ان شاء الله. السفرة دايما يا ابو محمد. صحتين وعافيه. والله بكير. معليش لسه بدنا نروح على عرس ابنه لابو صفوان. يلا يا جماعه. يلا خلينا طريق. الله يطول عمرك ابو محمد. معيتك تاج راسي انت. اذا في هيك سكبة رز وشويه قرديش لحمه لا معبود قريبتك. هي على راسي على راسي. هلا لودع الضيوف. تفضلوا تفضلوا. شرفوا تفضلوا. يلا اهلين اهلين بالمكان. اهلين بالعقيد. يا اهلين يا اهلين. اسكب لي شيء سكبه معك. ايه براسي براسي سكبه براسي. الله يسلمك. الله يعطيك. فكر حالك رح تطلع قدو هالكرنيه. يا خرب بيت قلبه طلع انكح مني بكثير. لا وقال شو عم يدور علينا مشان يروح معنا على جامع الام وياخذ درس. يلا تصبحوا على خير. وين وين بصراحه؟ ما بدك تروح عند ابو صفاء مشان عرس ابنه بيزعل منك؟ ها والله الوالد تعبان شوي وبدي اروح شوفه. سلموا لي عليه وباركوا له بالنيابه عني. يلا ماشي ماشي. الله يعافيك. ما عفى الوالد ان شاء الله. نخبي اللحمات نعملهم قاومة والطبيخات خلي تتحوقن معبود أحسن شيء. لك شو عم تعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لك قولي أحم قولي دستوك شبكي. شو عم تعملها؟ ما عم أساوي شيء ستي ما عم أساوي شيء. يوه شوفي بالطنجرة طبيخ ست راسي طبيخ. هذا ستي قلت له لأبو محمد ابن ضيعتك. قلت له عطيني شوية لحمة. قال لي والله يا ابن نجيب لحمة مع الصفي في طبيخ. قلنا له يا سيدي طبيخ طبيخ نعمة الله شو بالطبيخ خطيب شان معبود. ومين يقول لك تشحد لي طبيخ من عند العالم؟ شو ريحة هاي؟ ريحة شو؟ ريحة شو؟ ريحة صفيحة. هذا ابني عبود غسل لي بشوية صفيحة. شو الحكي؟ صفيحة صفيحة؟ ايه صفيحة صفيحة. ناولينا شي قرصين الله يسترك نتملح فيهم. ما صفى غير 5 قراص خبيتهم لبكرة حتى نتغداهم انا وياك. بعدين انت متحش عند ابو محمد ومعبي بطنك لشو الصفيحة هلا؟ الله يسامحك يا عبود الله يسامحك. هلا ما خبي اللحمة. شو؟ لكن مو عيب عليك تفوت لعندي على الأوضة؟ أنا بدي نام هون. بلا شو؟ إيه ما فشت عينك؟ ولك أنت ما عندك حريمات؟ إف الآن بلا عندي. لكن يلا روح نادي زكية بدي نام أنا وياها. إف يا والله عين العقل عين العقل. زكية يا زكية شو بدك منها يا ماما؟ هيا طلعت نام عند هيفو. يو وليش بقى؟ هذا الخانو عيب نام أنا وياها بوضة واحدة. يا أخر هيك تعي لقلك تتركيها أحسن إجت منها عاوزك كلمتين. تعي يا متعي. يو عم بقلكن يا جماعة الله وكيلكن العروس جدبة. ييه اي بتكون ملبكة او مستحية شبكي ام عبدو انا ديبة كمان شو نسيتي من تطليعة واحدة بعرف شو هي البنت. اي طالما البنت جدبة شو الله جبروا عليها. هاي بيقولوا ساعة القدر بيعمل بصر. اي والله ضفر رويدة بسواها كلها. ايوه مشان هيك اهلا لزقوا ياها. معناتها مرت عمي صار عندها 2 بيرفعوا الراس. زكية وهي الثانية دخلك شو اسمها؟ سلمى يا بعدك. ايه شيلونا من هالسيرة دخيلكن طنجرة ولقيت غطاها. ايه والله معك حق. ام عبدو رحتي سلمتي على بديعة؟ ليش اجت من الضيعة؟ قال اجت. ايه اجت ومقلوبة احوال قلب. يو وشو اللي قالبها هالقلبة؟ يعني بديعة زمان غير بديعة اللي بتعرفيها هلا. يو ايه ما إلا بالضيعة إلا شهر. روحي شوفيها هلا تقبريني ايديها معباين اساور والذهب كله بصدرها والالماس بادنيها. ولك مو بس هي وبناتها. يو ومنين لهذا كله؟ قال يا ستي جوزة ورتان ورته كبيره امبارح ذبحوا 3 ذبايح وزعوا 2 وعزموا كباريه الحاره على 1. شو يا ام صفوان وين العروس؟
يعني نحن جايين نبارك لها ونتعرف عليها ونشوفها، ما بكفي ما عملتوا لها حفلة التفتيلة؟ والله يا ام شاهر تعباني مجان هيك، ما رضيت اعمل لها حفلة تفتيلة. شو بالظاهر لساتها نايمة؟ ايه والله البنت مربى بكوات، بتعرفي انت يا ام حدو. يلا لكم خلونا نروح نحضر حالنا مشان عرس بنت ام وضاح. اي والله حماتي حماتي. ايه جاي تقبريني جاي. ما عندكم هدام وبذر؟ طلعي فضحتينا. ولك قطع عمري ما اجدبك، في عروسه بصباحيه عرسها بتطلب اقدامي وبزر؟ والله عال هذا اللي كان ناقصنا. لك الله وكيلكم يا جماعه ومالكم علي يمين. لك ما خلتني نام طول الليل وهي ترفس برجليها ترفس برجليها. تعجب إن كان سعدك فان داعيك يا هل ترى مال الجني توفان. يا أخوي لا تعتجب إن كان سعدك فان داعيك يا هل ترى. يا أهلين سهلين دورتونا يا جماعة إن شاء الله ألفكم الله يخلي لي إياك. إن شاء الله مشوف أولادكم يا رب محل خير وهيك عرسان. البوصيك يا أخوي بوصيك يا أخوي إياك تغرك الدنيا واحذر يا وليفي كل من عليها فانية. شايف سيدي هاشي؟ تفضل. طيب بوشي. شوف لي أبو مجيد كيف أنت عند البكوات عم يدعي والبيت اللي بجنبه وروح شو أبو مجيد روح أروف أبو يسوي وشك يا أبو مجيد بعد لنا أروف ارتاح ارتاح فخري. يا أبو مجيد نعم في الوطن في ناس طالبينك هنيك روح شو تفهمتو ليه ده قوم شوف شو بدهم خايف عليهم غير عن فاضي الله يرضى عليك قوم شوف شو بدهم ورجع يلا رشيد بدك تاني نجي لعنده اه خلينا اهلين يا اهلين وسهلين تفضل صحة على قلبك تفضل